إلى أي حد يدرك عموم المغاربة مفهوم المناصفة؟ كيف يتمثلونه وهل يتموقفون منه إيجاباً؟ أين وصل التنزيل بعد 4 سنوات على الدسترة؟ وما هي أبرز التوصيات التي حملها آخر تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة والمناصفة؟ كيف نفسر استئثار توصية اقتسام الإرث بالسجال بين مؤيد لرفع ما يراه شكلاً من أشكال الميز ومندد بالدعوة للمس بنص قرآني قطعي؟ ثم ما مداخل رفع كافة أشكال الميز عن النساء بمنطق الكيف أساساً؟ لا وفق مقاربة كمية قد تكون قاصرة عن تحقيق قيمتي العدل والمساواة. المناصفة موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. العدل